في كلمات كثير بنسمعها، الكلمة اللي أنت حضرتك ذكرتها الوحدانية الجامعة المانعة، وكثير مرات إحنا كخدام مرات بنتكلمها، يمكن منردد كلمات، لكن شو المقصود بهالجملة اللي إحنا منرددها؟ الجملة هذه هي لأنه حكينا قبل شوي أنه كلمة ثالوث مش موجودة في العهد الجديد، فممكن العقيدة موجودة فممكن نعبر عنها بطرق مختلفة. أنا بحب أحكي عن الوحدانية الأبوية. الآن في فيلسوف مسيحي رائع جدا اسمه عوض سمعان، انتقل للمجلس قبل ما أتعرف عليه، فأنا بعد ما كملت كثير من الدراسات واكتشفت عوض سمعان قلت يا شو رائع، كتاباته رائعة جدا، ممكن المشاهد يستفيد منه. هو اللي طلع بمفهوم الوحدانية الجامعة المانعة. هذه اصطلاحات عوض سمعان. مانعة يعني الله مانع لوجود إله آخر، ما في غيره. أيضا الإيمان بإله واحد. لما أقول جامعة إنه هذه الوحدانية الإله الواحد يجمع فيه كل مستلزمات وجود الصفات، بمعنى إنه في الإله الواحد هذه أي صفة تتطلب علاقة، يعني زي ما حكينا مثل المحبة أو العلم أو الرحمة، هناك المحب والمحبوب، فوجود هذه العلاقة اللي اكتشفها التلاميذ ضمن الذات الإلهية الواحد هي اللي بتأكد على حيوية وحقيقة وسرمدية صفات الله. فلما أقول جامعة يعني جامع لكل مستلزمات وجود الصفات الإلهية ونشاطها وعملها سرمديا منذ الأزل وإلى الأبد، فهيك معنات جامعة مانعة.